كما سمحت كل هذه الحلول الرقمية بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه. إضافة إلى كل هذه الحلول الرقمية، يعتزم القطاع على إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل، حيث تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى توجيه لتمكين الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني بالإطلاع على الفروع والتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.